بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. النهارده يا احبائي هو الاحد الثالث من الصوم المقدس، والمعروف في الكنيسه باسم احد الابن الضال، وبعضنا يحب يسميه كمان الابن الشاطر. النهارده الكنيسه بتبدا معانا سلسله من اول هذا الاحد والاحاد القادمه عن امثله للتوبه وللرجوع. بتبدا بالابن الشاطر اللي اخذ القرار ورجع وتاب، وبعدين الخطيه تكبر شويه ونوصل لحد السامريه، ثم تكبر اكتر وتوصل للمخلع، واخيرا نختم باحد المولود اعمى. وفي الكل نماذج توبة ورجوع، منهم اللي كان عنده القدرة انه يرجع، ومنهم اللي السيد المسيح راح له بنفسه واتكلم معاه. القصة بتاعت النهاردة كلنا عارفينها واخدناها واحنا في مدارس الاحد اطفال صغيرين، وعارفين كان في راجل عنده ابنين، واحد كبير واحد صغير، والصغير راح لابوه وقال له انا عايز الميراث بتاعي رغم انه الاب لسه كان عايش. والاب في الحقيقه بكل محبه اعطى الابن الاصغر ما طلبه. الابن الصغير يقول الكتاب بعد أيام ليست بكثيرة لما كل حاجته وساب البيت ومشي. أتوقع يعني أنه في هذه الأيام حتى اللي بتتوصف أنها ليست بكثيرة، الأب كان أكيد بيحاول وبيقول له إيه، طب يا ابني أنت مش خدت كل اللي أنت عايزه؟ انت كنت عايز الميراث، كنت عايز الفلوس، كنت عايز، انا اديتك كل حاجه، طب خليك معانا، اقعد معانا، ما تسيبناش. ولكن الابن للاسف كان واخد قرار انه يسيب البيت، ولانه كانت عينه على الخطيه وعلى الشهوه وعلى النجاسه وراح. فعلا زي ما بتقول الكلمه، راح تاني. العالم استقبله، أصحابه استقبلوه، أصحاب الشر كانوا فرحانين بيه، واحد لسه جاي ومعاه بقى إيه الميراث، معاه فلوس كتير، فكل الناس ملمومة عليه تتعامل معاه، خطية خد، شر خد، لغاية ما فلوسه خلصت. ولما فلوسه خلصت ابتدى يجوع وابتدى يحتاج، لدرجة انه ما كانش لاقي الخرنوب اكل الخنزير، مش لاقيه. ما هو دي الخطية، ما هي دي البعد عن ربنا. يخليني الاول كده الناس فرحانة بيا وتقول لي اهلا وسهلا، وبمجرد ما ياخدوا كل اللي معايا زي كده عدو الخير يحيلني شوية، لغاية ما يقطع كل الحبال اللي بتربطني بربنا، كل الحبال اللي بتربطني بالكنيسة، وبعدين يديني ضرب بقى علشان أنا ما أقومش مرة تانية. اللي حصل بقى مع هذا الابن، احنا ليه بنقول عليه ابن شاطر؟ استرجع الذكريات وقال الله، طب ما انا كنت قاعد في بيت ابويا فرحان، ما
ما بيت أبويا كنت باكل واشرب وكنت مبسوط، ده أنا كنت سيد هناك. ففكر وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطيت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. وعارفين إحنا بقى القصة، الأب شاف الابن جاي من بعيد، جري عليه وعانقه وابتدى يستقبله بفرح، لدرجة إن الابن ملحقش يعني يقول كل اللي عنده: أنا غلطان، أنا عملت، أنا سويت. يا ترى السؤال لي وليكم، لو ابني ولا بنتي ولا أخويا ولا أختي ولا حد معايا في الخدمة عمل فيا كده وراجع، راجع بيقدم توبة وبيعتذر، بنقبله زي ما عمل الأب النهاردة؟ ده الأب النهاردة عمل، يقول الكتاب: فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى، وهنتكلم عن رموز الحاجات دي دلوقتي، وألبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوا فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. طلعوا الحلة الأولى بعد فساد الطبيعة البشرية، بعد سقوط آدم وحواء في الخطية، وإحنا كمان شايلين هذه الخطية، اتجددنا بقى، لبسنا حلة أخرى اللي هي الحلة الأولى اللي إحنا كنا مخلوقين عليها من خلال سر المعمودية. هو جاي بيقول له: أنا عايز أبقى خدام بس عندك. يقول له: لا، أنت ترجع تبقى ابن، والدليل أنك ترجع تبقى ابن لبسوه الخاتم في صباعه، لأن ده كان رمز أن ده ابن وليس عبد. لبسوه كمان حذاء في رجليه، زي ما بيقول معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته لأفسس: حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. كلمة ربنا اللي أنا عايز فيها تقدر ترشدني دايما في الطريق اللي أنا ماشي فيه. وأخيرا: اذبحوا العجل المثمن. ما هو مفيش مغفرة دون سفك دم، إشارة للذبيحة العظمى، ذبيحة السيد المسيح، إشارة إلى الإفخارستية، الذبيحة اللي موجودة كل يوم على المسبح. أيوة يا أبونا، ما احنا كل ده عارفينه، ما انت قلت ان القصة دي عارفينها. ما انا النهاردة مش جاي اتكلم عن الابن الضال، تعالوا النهاردة نتكلم عن الطرف واحد ثالث في القصة، وبرضو مش جاي اتكلم عن الاب. طبعا اكيد قصة توبة ورجوع حقيقية جميلة، ان الانسان يحس انه ماشي غلط وانه بعيد عن ربنا وياخد القرار ويرجع. أكيد شايفين الأب وحبه وعطفه وجماله، إنه لما رجع الابن قبله. ولكن النهاردة خلونا نتكلم عن أخوه، تعالوا نتكلم عن الأخ الأكبر. يقول كده النهاردة في الآيات اللي احنا قريناها، ان الاخ الاكبر كان في الحقل، وبيقول: وفيما هو آتي قرب من البيت فسمع اصوات غناء ورقص، فدعا احد الغلمان وسأله: ما هذا؟ ايه اللي بيحصل جوه؟ فقال له: ان اخاك قد جاء فذبح ابوك له العجل المعلوف لانه قبله سالما. ركزوا معايا بقى في الآيات اللي جاية دي، يقول: فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه وكان يتوسل إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها كم من سنين وأنا عبد لك، وما تجاوزت وصية لك قط،
وجديا لم تعطني قط لأتنعم مع أصدقائي. ولما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزناة ذبحت له العجل المعلوف. وابتدى الأب يتناقش مع الابن الأكبر. كلنا بنتكلم عن الابن الضال، ده ابن عاق، ده عاصي، ده وحش، ده خاطي، ده طلب الميراث من أبوه، أبوه لسه عايش، أخذ الميراث وراح صرفه على الشهوة والنجاسة والزنا. ولكن تعالوا كده نشوف الابن الأكبر حكايته إيه. الابن الأكبر ده اللي هو لسه عايش في بيت أبوه، ما طلبش الميراث ولسه بيخدم أبوه كمان. خدوا بالكم لألا يكونوا كلنا وإحنا موجودين في الكنيسة وموجودين في بيت ربنا ويكون فينا جزء صغير أو كبير زي الابن الأكبر. أخوه رجع، ده حتى الغلام اللي اتسأل من الأخ الأكبر يقول له إيه اللي حصل؟ إيه اللي جوه؟ قال له أخوك رجع، فأبوك عمل كذا وكذا وكذا. أول كلمة يسجلها لنا معلمنا القديس لوقا النهاردة أول ما سمع قال إيه؟ فغضب. زعلان من وجهة نظره، ما كانش هو عايزين يجي ولا عايزين نشوفه تاني، ده ضيع سمعتنا وخد فلوسنا وصرفها على الزنا وعلى الخطية، وكمان الأب يسامح وكمان يقيم الأفراح ويسبح العجل المسمن ويلبسه الحلة الأولى ويحط خاتم في إيديه وحذاء في رجليه. لا 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 لا، يا ترى لما الكنيسة يكون في حد من ولادها ماشي ماشي بطال، ويمكن الموضوع ريحته فاحت وفي ناس تعرف، والكنيسة تفضل تطبطب على هذا الإنسان لغاية ما نعمة ربنا تشتغل جواه، لغاية ما يرجع ويقدم توبة. يا ترى انا وانتوا بقى بنبص له ازاي؟ هو ده ليه عين يجي الكنيسة؟ ما احنا عارفين بيعمل ايه وعايش ازاي؟ احنا مش عارف يا اخي. طب وابونا ازاي ناوله بس؟ ويلبس شماس ويخدم ويعمل ويسوي؟ هذا موقف الاخ الاكبر. يمكن حد فينا يقول اللص اليمين بقى عايش طول حياته في الخطية، حرامي، موسى الأسود، قاتل وزاني ومستبيح، إزاي يعني ربنا يسامحه؟ زي النهاردة الإنجيل بتاع باكر، السيد اللي جاب ناس تشتغل، وناس اشتغلت من أول النهار وناس اشتغلت من نص النهار وناس اشتغلت يدوب ساعة واحدة، وفي الآخر إدى الكل زي بعضه. فالجماعة اللي اشتغلوا طول النهار زعلانين يقولوا إزاي يعني تسوينا بالناس اللي اشتغلت ساعة واحدة؟ فالسيد يقول لهم أنا اتفقت معاكم على إيه؟ كون إن أنا اتصرف ودي من الفلوس اللي عندي لحد تاني، أنت مشكلتك إيه؟ أنا وإنتوا مشكلتنا إيه لما ربنا يكون بيسامح وربنا بيغفر وربنا بيقبل؟ احنا قدامي احبائي نوعين من القلوب، قلب الابن الاكبر اللي لا يسامح ولا يغفر، قلب الله، قلب الاب اللي في اللحظات الاخيرة ان انا ارجع بس ارجع بتوبة حقيقية، تبص تلاقي ربنا فاتح دراعاته يقول تعالى. يبقى أول خطية النهاردة هنعدها على الابن الأكبر
وممكن تكون موجودة فيا وفيكم الغضب، زي ما قال معلمنا القديس لوقا: فغضب وبعدين يكمل يقول: ولم يرد أن يدخل. أنا بقى هعند، مش داخل البيت ده مرة تاني. البيت ده الأب فيه خرف وكبر وابتدى يعمل تصرفات مش مظبوطة أبدا، فأنا مش داخل، أنا مش هشترك معكم في هذا الكلام، أنا معترض. إزاي يعني ربنا يسامح ويغفر؟ إزاي يعني ربنا يشرق شمسه على الأبرار والأشرار؟ إزاي ربنا يدي فرصة لفلان ولفلانة؟ واحرم نفسي من ربنا وأحيانا من دخول الكنيسة، لأن الكنيسة عملت تصرف وأخذت قرار مع أحد ولادها، التصرف ده أنا مش عاجبني. يبقى الابن الأكبر غضب ثم عند ثم أدان. يكمل وهو بيتكلم مع أبوه، لما أبوه طلع له بيتكلم معاه، فالابن الأكبر يقول له إيه؟ يقول له: ها كم من سنين وأنا عبد لك. ده هيبتدي يعاير كمان، بيعاير أبوه. أحيانا وإحنا خدام في الكنيسة وإحنا أولاد ربنا طبعا كلنا نتذمر ونزعل ونعاير ربنا، نقول له: أنت بتعمل فيا كده ليه؟ ده أنا بخدمك، ده أنا بعمل، ده أنا بسوي، ده أنا ياما خدمت وياما سهرت وياما تعبت في الخدمة، ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ كتير نقع في الحكاية دي ونعاير ربنا: اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا اللي بيحصل فيا كل ده؟ وناسي حاجات كتير حلوة ربنا مدهاني. خطية رقم 5: كذب. كذب على أبوه. بيقول إيه؟ بيقول: وما تجاوزت وصية لك قط. أنا عمري ما خالفت وصية ليك. هل في حد أنا وإنتم يقدر يقف قدام ربنا ويقول له: أنا عمري ما عملت خطية؟ في الحقيقة يعني اللي ناوي يقول كده لازم يراجع نفسه. في واحد من الآباء الروس بيقول قول، بيقول إيه: لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا أنه وقع في خطية أو أكثر من الموجودة على الأرض لمرة واحدة فقط في حياته، ولو على الأقل بالفكر. نقولها تاني: لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا أنه وقع في خطية أو أكثر من الموجودة زي مين؟ زي أيوب. أنا قوي، ده أنا ماشي معاه، ده أنا كل اللي بعمله أعمال حلوة. مشكلة أيوب إنه كان بار في عيني نفسه. يبقى لغاية دلوقتي الابن الأكبر وقع في خطية الغضب، ثم خطية العناد، ثم خطية الإدانة، ثم كمان كان بيعاير أبوه، وكمان كذب، تذمر وأنكر كل العطايا. فبيقول له لأبوه: وجديا لم تعطني قط لأتنعم مع أصدقائي. أنت عايش في بيت أبوك ومتلذذ وفرحان وشبعان بعطايا كتير كبيرة، وجاي النهاردة بتدور على جد،
في ناس تتكلم مع ربنا وتتذمر زي ما قلت لحضراتكم، هو أنا كل أيامي تعب، هو أنا كله هم، هو مفيش غير اللي عنده مرض، اسمعنا فلان واسمعنا فلانة، ونتذمر على الله. والشيطان طبعا يساعد قوي ويخليني أنسى كل العطايا الحلوة اللي معايا وافتكر بس الحاجات اللي مش معايا وإنما مع الآخرين. أخيرا وقع كمان هذا الابن الأكبر في خطية الاحتقار وكراهية أخوه. بيقول لأبوه إيه؟ ولما جاء ابنك هذا، مش عايز يقول أخويا، بينسب الابن الأصغر بس لأبوه، أنا معرفوش، أنا بالنسبة لي مش عايزه يرجع، يرجع ويتوب والحاجات دي أنا مش عايز. ولما رجع ابنك هذا محتقر، عين محتقرة للآخر، ده أنا لما لقى أخويا وقع في الخطية أعمل إيه؟ أستره، مش عريه قدام الناس، مش إحنا نروح ندور أحيانا فين الحاجات السودة اللي في حياة حد نعرفه وما نتكلمش مع الناس لما نجتمع غير على الحاجات دي. طب والحاجات الحلوة عينينا مش شايفاها. هو ده الفرق يا أحبائي، ربنا يبص للحاجات البيضة حتى ولو كانت صغيرة. الأسبوع الجاي يجي يتكلم مع السامرية ويقول لها روحي ادعي زوجك، فيقول لها فتقول له ليس لي زوج. أيوة ما انت كان في خمسة دلوقتي اللي عايشة معاه، عايشة معاه في الخطية. المسيح يقول لها بالصواب أجبتي، بالصواب أجبتي. بتالي لو واحد فينا ده انت زانية، انت خاطية، انت عاملة، انت مسوية، ويطلع مننا كلام جارح جدا جدا جدا، وفي الآخر نقول احنا ليه مش عارفين نسامح بعض؟ لأنه للأسف كتير مننا ممكن يقع في الخطايا اللي وقع فيها الابن الأكبر النهاردة، اللي هي الغضب، العناد، الإدانة، المعايرة، الكذب، التذمر وإنكار العطايا، واحتقار وكراهية الآخر. ربنا يدينا نعمة وبركة إن إحنا نتعلم من توبة ورجوع الابن الشاطر، ونتعلم إن إحنا ما نقعش في الخطايا اللي وقع فيها الابن الأكبر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. مكملين صلوات من أجل قدس أبونا بولس ومن أجل مرضى الكورونا في شعب كنيستنا أو مرضى الكورونا في كل مكان في العالم. بنرفع الذبائح القداسات باسم الكل، وبنصلي مع بعض على زوم زي الأسابيع اللي فاتت أيام الاثنين والثلاث والأربع والخميس. ياريت كلكم تشاركوا معنا وتكونوا موجودين.